اليوم نحن وزارة السياحة والأثار أقمنا احتفال وطني مهيب في ساحات مركز زوار قلعة شوبك. هذا الحفل اجتمع على العديد من الفقرات الفلكلورية التي توثق للتراث الوطني، فرق من محافظة معان ومن المحافظات الأردنية، ومشاركة فعاليات ثقافية تعنى بالمنتج الثقافي ذو الهوية الوطنية. هذا المنتج الثقافي يعبر عن صورة الدولة الأردنية بما لديها من مخزون ثقافي تراثي حضاري. مشاركتي اليوم بيوم التراث العالمي هي تكمل بعرض منتجاتي، هي منتجات خالية من المواد الحافظة مثل خل التفاح، ماء الورد والصابون وأشياء كثيرة غير هيك. هاي الشغلات بيحبوها الأجانب لأنها شغل منزلي ما في مواد حافظة. مثل هاي المعارض بتمكننا اقتصاديا، فبنتمنى انه تكون بدل ما تكون مره بالسنه تكون مره بالشهر مثلا، لو كل مره بمحافظه بمنطقه فبتفيدنا بشغلنا. من امام هذه القلعه الشامخه قلعه الشوبك نتمنى ان يكون اهتمام بهذه القلعه التي ترونها امامكم، حيث انها مهمشه بالاهتمام من قبل وزاره السياحه، والفعاليات اليوم التي حصلت في الشوبك وهذا المهرجان الكبير وفتح مجال أكثر لتسويق هذه القلعة عالميا، ونتمنى أن تدرج ضمن المنظومة العالمية للتراث العالمي في منظمة اليونسكو العالمية، حيث أن هذه القلعة يجب أن تهتم أكثر، وهذه القلعة أيضا لها تاريخ نعتز ونفتخر به على مر العصور.